نروح سريعا لملعب المباراه ومعانا زميلنا فاروق صلاح ولقاءات من ارض الملعب. اتفضل يا فاروق. شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان، مش سهل انك تيجي في يعني تنضم للنادي الاهلي، تلعب في فرقتين تنسجم بسرعه، لعيب من اللعيبه اللي عندها شخصيه في النادي الاهلي، شفناه مع 2005، شفناه مع 2003، واحد من العناصر المهمه جدا اللي انضمت مؤخرا للنادي الاهلي، احمد خالد كباكا. كباكا مرحب بيك على شاشه قناه النادي الاهلي، مليون مبروك على التتويج ببطوله 2005، مليون مبروك التتويج ببطوله 2003، في أول أربع شهور ليك بتتوج ببطولتين مع النادي الأهلي، أعتقد دي بتدي لك قوة دفع للي جاي كتير جدا يا كباكا. طبعا فرحة ما تتوصفش، يعني اللي هو ثلاث شهور أو أربع شهور يعني اللي أنا أتوج ببطولتين، بطولة مع 2005 وبطولة مع 2003. صراحة يعني الفرقة الناس كلها دخلتني معاهم بسرعة، كابتن خالد بيبو بحب أشكره طبعا، طبعا كابتن علاء كان ليه دور كبير معايا، كابتن شرف لما طلعت برضو إدانا الثقة كلنا، كل 2005 ادانا الثقه وقال لنا يعني ان احنا نلعب وما نخافش نلعب لعبنا، وده يعني بفضل ربنا الحمد لله. يعني كباكا كل اللي بيتفرج عليك وبيشوفك في الملعب بيقول ان كباكا ده مش غريب على النادي الاهلي، شخصيه النادي الاهلي الجميع بيشيد بيك باسلوبك بانسجامك مع الفريق. طبعا من اول يوم ما انا جيت هنا انا عارف الضغط هيبقى عليا، انا جاي برده جاي بفلوس وجاي من نادي وادي دجله، فحبيت يعني اثبت نفسي وأدي المسؤوليه يعني الحمد لله. كباكا البطولة دي والبطولة اللي فاتت الفترة اللي جاية ايه؟ يعني الجميع مستني كباكا نشوفه ان شاء الله مع الدرجة الأولى، أحلامك طموحاتك نفسك تبقى زي مين يا كباكا؟ طبعا نفسي أطلع فريق أول في أسرع وقت، طبعا مثل أعلى كابتن حسام غالي يعني ما فيش أحسن منه طبعا الحمد لله. أعتقد كابتن حسام غالي واحد من أفضل اللعيبة اللي جم في تاريخ مصر في هذا المركز. تيشيرت النادي الأهلي بيمثل ايه لكباكا؟ طبعا هو تيشيرت تقيل على أي حد، بس كل ما انت لعيب بيبقى عندك ثقه في نفسك وكل اللي حواليك بيديك الثقه، كابتن خالد بيبو والاجهزه الفنيه واللعيبه حتى والاداريين، بيبقى الحمد لله الدنيا بتبقى سهله يعني. اشكرك يا كباكا وبتمنى لك التوفيق باذن الله يا كباكا. حبيبي. كابتن اسامه ده كان لقاءنا مع احمد خالد كباكا لاعب فريق النادي الاهلي مواليد 2005 اللي توج ببطولتين، يعني مواليد 2005 و2000 و2003. مليون مبروك من جديد، تعود الكلمه للزميل العزيز الكابتن اسامه حسني.